احنا بنتي من 2013 كنا ساكنين في الدار وناضت بابة الدار. ملي بابت خرجنا الزنقة باكنا فيها، من تما كندفعو الشكايات كنطلبو الله والمحسنين زعما يشوفو من حالنا، ما حتى شي حاجة ما دارت. لي تال 2016 فاش بابت الدار اللي في شارع الشجر جاو عندنا مسؤولين قال لنا ما استفدتو، ولكن النوع ديال الاستفاده خصكم تعطيو 10 المليون الا بغيتو تسكنوا في البارطمات، وحنا الغالب الله بنتي ما عندنا شيء، ما عندناش من غنجيبو 10 المليون. الناس اللي في الباديه ما عايشينش هاد العيشه اللي حنا عايشينها، حنا حالتنا كيفاش هاد، نتوما كتشوفوا كل شيء على عينيكم، الشتا من الماديز من تحت ومن الفوق الميكا كتشوفوا في الحاله، ما عرفناش شنو غادي نديرو فين غنمشيو. حنا كنطلبوا من الله ونطلبوا هاد الشيء اللي درتوه، وسمعوا سيدنا يحن من حالنا، كانوا محسنين يشوفوا من حالنا. راه حنا كنتعذبوا بنتي، اربع سنين طالعين في الخامس، مشينا للبنكات، البنكات هي ما بغات تسلفنا، مشينا جرينا زعما ما خلينا فين مشينا، دفعت شكايات، بغيت المقابله ديال السيده العامله ولكن ما خلاونيش ندخل. ولادي مساكن ما بقاوش ما عرفوا ما يديروا، كون كانوا خدامين غادي هما يهزوا عليا الكبيدي، ولكن ولادي ما خدام حتى شي واحد فيهم. الدري الصغير حتى هو البارح مشى، ما بقاش بغى يرجع ليا للدار هنايا، حتى هو خرج بحالاته مشى، دابا انا بوحدي هنايا، ما حيلتي هذا الشيء اللي طاري ليا، ما حيلتي المرض ديالي، ما حيلتي ما عرفتش فين اش غندير بنتي، والله ما عرفتش اش غندير. حنا 4 سنين وحنا جالسين هنايا مكرفسين، الشتا فينا، حشاك الطواليط والبرد فينا، مكرفسين بزاف. حنا عطانا المخزن، عطانا داك بارطمات ب 10 المليون، ولي ما عندناش دوك 10 المليون، ما عندناش والو، ما صبناش الغالب الله، ما خدامين، ما عندنا لا نتريس، ما عندنا حتى شي حاجه. كنطلبوا من المسؤولين ومن المحسنين يشوفوا من حالنا، حنا مكرفسين ومعذبين هنا، الشتا فينا والبرد فينا، مصايبين شنو من ناكلو، كنضلوا حنا كنطلفقوا على الناس في الديور، كنضروا حنا جالسين دايرين كراسي، كيقول لنا الناس مالين الدرب حاضيننا مقابلينا، حاضيننا اللي دخل اللي خرج حاضين، وقعدنا انتم مقابلين الناس، وحنا راه باكين العالم بين الله، حالتنا ولات كتشفي، ولينا كنحشموا منين نخرجوا كنحشموا، كنضلوا قالنا حنا خاندين في القياطه، كون عندنا ما نبركوش هاد 4 سنين انا والله ما نبرك، انا كون عندي والله ما نبركها، انا راجلي ميت من 91 وانا خدامه كنضرب في الفراك عند عباد الله، كيعطوني وحده 500 وحده 600 وحده 400، اش غدير لك هادي؟ ومن بعديها درت عمليه على يدي ما تليش قدر كاع نخدم في الديور، مكرفسين واحد كرفيسه زعما يعلم بها سيدي ربي، عايشين فيها حنا 5 الناس انا وهاد الراجل ومرته ووليداتي. جالسين عايشين هنا في هاد البراكه هادي، وكنضلوا كاع نروح نضلفقوا الماء ما تيبغيش يعطوا لينا الجيران، كنضلوا كاع نروح ندورو بسطولتنا نجيبو مياه من عند الناس وبايز باش كنشربوا. كاين الله في ملكه هو اللي كاين سبحان الله، وكنترجاو من الله ومن المحسنين ومن اللي سمعنا وسمعنا وبقينا فيه يحن فينا. هاد الراجل تاهو راه مكرفس مريض، راه كيبات تاهو يا مسكين مريض، معذب بالبرد وبالشتا ومريض، عنده الورق ديالو ديال سميتو ديال الطبيب، والعمليه ما قدرش يديرها، هو راجل كبير، الدواء ما عندوش باش يشريه. البرد قهرنا وما داروا معنا والو، وحنا ما عندناش واش نخلصوا 12 مليون ما عندنا شيء، وهذه 4 سنين راه حنا كنسعاو، وانا مريض دابا وعندي العمليه وما جبرتش باش نشري حتى الدواء. وراه البرد والسمر قتلنا في الليل، كاين نهار اللي ما نقدش نوض كاع، نبقى كاع النهار وانا راقد هنا خالط النهار، واللي شافك راقد يقول لك هذا بغى يرقد بالعاني. اليوم الله يجازيكم، نطلب الله من الدولة تعاوننا.